لا عادة عادة، احنا بعيد خالص بعيد. طريقة حلوة. حطها مع زميلتها ده. بس عيب بقى اليوم بقعد تطلع بوس، عايزة تطلع تبص لا تتعور من ال تتعور من جناحتها هي فعلا، من السلك الجناحة والمنار حوالين المنار. دي ممسوكة؟ بتلو. الله يبارك. دي المصيدة الجديدة. اختراع يا كوتش، جميلة جميلة الفكرة بتاعتك. انت عارف خد بالك عمرها ما كانت تنزل لو المسافة دي قصيرة. اللي انت المسافه دي عشان طويله بتنزل. انت عارف المسافه دي لو قصيره تحط اليمامه ما تنزلش. والله والله. يعني هي جت معاك كده ولا انت؟ لا انا مظبطها كده برضو بالمقاس. بالنظر كده. ايوه كل حاجه كده انا عاملها على قد كده بالنظر. الشوشه بتاع انتريه. بص هنا شوف انا حاطط لها الخشب ازاي. ايوه يعني ده خشب وعامل لها نازله خرم ونازله فيها نازله في وجاي هنا في دي مش عامل لها خشب، يعني مش مسقطه في عامل لها خشبه زي دي، عامل لها بمسمارين كده من على الجنب. تمام الله ينور. يعني بتاخد مثلا كل اثنين بتفك دي من هنا كده وتطلع لها اللي هي الحته الطويله دي، ودي برضه قصدها بتفكها من هنا وتطلعها حته طويله كده وتربط الاثنين قصد بعض كده زي ما انا عاملهم هنا كده. بص دي الحته الطويله دي، دول اثنين كل واحده لها فرده. ايوه بتخلي الاثنين في وش بعضهم سلته من طرف ومن الطرف الثاني. أيوة. بس خلي بالك الشده بتاعتها جامده يمكن احسن من السوسته برضه. بس ده موضوع يا اخي، انت اللي عندك طول البال. بس ما انا بقول لك الاخر بعملها على كذا وقت، مش ان انا بعملها في يوم واخلصها في يوم. ايوه ايوه انا ممكن يوم تلاقيني بقطع الخشب، ويوم تاني تلاقيني جايب السلك ومقطع بس، ويوم تاني تلاقيني كل ما بعمل حاجه، مش ان انا فضيله على طول. بصراحة الشدية بتاعت السوستة مش ان هي ضعيفة. لا ان دخل فيها اي طائر ما يعرفش تحت، ساعات بيدخل فيها قطط بتبقى داخلة تاكل اليمام. ايوه بس بتخش من هنا تتمسك وخلاص، ما تعرفش تطلع برضه على كده مهما تعمل في الباب. اصل القطة بتيجي من تحت عايزة تطلع من تحت. أيوة. فتحت لازم تطلع تزوق من فوق. ايوه انما هي برضه عزم السوستة برضه جديد، مش ان هي ضعيفة. لا حلو والله، خفيفة خالص، مجرد بص اقل من العصفورة. ايوه بسم الله ما شاء الله. خلاص ماشي هناخده احنا بقى ده يا باشا. بص الثلاثه قدامك ضمت اللي انت تشاور عليها، مش هقول لك عليها حاجه تاخدها. الله يبارك. والله العظيم انت عارف دي قسما بالله سلك وخشب بس ومسامير والحاجات دي وغيره والكلام ده، والله العظيم 150 مقفوله. والله 150 مقفوله. انا عشان راح اشتري كده غالي شويه. ايوه لو الخشب كمان رفع، كل ما اروح عند نجار يقول الخشب غلي. يا عم ده انا عايز سيدابتين اللي هم الكبس. أيوة. ومثلا حته قبل خشب هو يعني عاوز يكسب برضه يعني. ايوه مظبوط. ما مش هو بالنسبه هو بيديك لو اداك اصل هو بيفتح رابطه، يعني مثلا ده ايه ظهر حيه مثلا بيفتح رابطه عشان يديك منه عقوق، خلاص لازم يبيع الرابطه بحالها فرط. ما احنا كنا فاتحين دول الاثنين اللي انا بقول لك عليهم، من تحت قبل كاش ومن فوق قبل كاش عشان الشمس. دي برضه قبل كاش. دي بقى مش حاطط عليها قبل كاش. لا مش مشكله عادي. انا بقول لك عليها بسلك بس دي يعتبر اخر واحده. لا حطيت حته يعني. كرتونه كده عادي عليها ده. دي اصل ساعات برضه بيقف فوق اليمين يعني. يبقى شايف اللي تحت. يبقى شايف اللي تحت. دي اخر واحده انا عملتها يعني لسه. ايوه ما يبين الخشب بتاعها جديد شويه عنده. شو نزلت لي المفاتيح كده من تحت طلعت على الترابيزه. بسم الله ما شاء الله. انت بقالك كتير بتصطاد. ايوه بقالي فتره كبيره، بقالك اكتر من اربع سنين. طب ازاي ده فيه انا شايف يمام حواليك كده؟ انت كل ده بياجي، كل ده بياجي. يعني انت لسه يعني اول يوم تصطاد ولا؟ لا كل ده بياجي. اهو بص بتطير اهي. بص ما انا بقول لك كل ده بياجي. وفي غيه مش طلعنا لسه لينا اثنين، في ايام ما بتجيبش خالص ولا واحده. ايوه ما انا فاهم. وفي ايام مثلا بتجيب اثنين زي كده، وفي ايام تجيب اربعه، وفي ايام تجيب مثلا مش الايام زي بعضيها يعني على حسب الرزق بقى. ما كنت
والبلابل برضه موجوده، انا بشوفها بتقفل على الحيطان وعلى البلكونات. هيجي معاك ان شاء الله، بس هي الغلطه اللي او اللي فاتنا بقى النهارده ان انا نسيت خالص اجيب لك. لا خير عادي، لعله خير. ده المغزى؟ ايوه. عاملهم برضه حاجه واقف عليها؟ ايوه تحت برضه واقف. الباب ضيق، الباب خد بالك المسافه ضيقه فعشان كده ممكن يطير منه. ايوه الباب بقى انا عامله برضه واسع جامد. يعني الباب عشان باجي مثلا احط لهم ميه ولا حاجه ما يقعدش يودي. تمام. عشان ما حاجهش تطير مني، الباب كبير قوي. بعلق في المسمار ده كده. وافتح مثلا الباب وده بيبقى تحت، الباب برضه بيتكلم معايا، بحس ان بتيجي تطلع انا طار مني من هنا كتير. اصدقك اليمامه بتخبط فيها. ده انت كنت تعوز، اصل هو البتاع ده نفسه ضيق اصلا، مهما تضايق الباب انت بتفتح تلاقيه في وشي. ايوه مظبوط. بس.